ومسلمون ومسلمات في حديث الأخلاق وصلتها بالإيمان، قلنا إن الأخلاق يهدي بعضها إلى بعض، فمن رزق لين الجانب حتى يألف الناس ويألفونه كان جديرا بخلق السماحة والسهولة في جانب المعاملات. ونواصل الحديث اليوم لنرى أن هذه الأخلاق تهدي إلى خلق عظيم من أخلاق الإسلام، تهدي إلى خلق ذو صلة وثيقة بالإيمان، ألا وهو التواضع. والتواضع مع الله تعالى هو التصابر والتضامن، هو السجود تخشعا وتذللا لعظمة الكبير المتعال. ومع الناس هو خفض الجناح للخلق ولي الجانب الذي تحدثنا عنه. ومع الحق هو قبول الحق ممن كان كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا. وصيغ التعبير عن التواضع بخفض الجناح لتفهيم الناس صورة من الصور الواقع، صور بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعتريه خوف من طائر آخر أشد منه بأسا، إذ يخفض جناحه له متذللا. لكن تواضع أهل الإسلام، تواضع أهل الإيمان أسمى من ذلك المعنى، إذ هو كما جاء في شرح الشمائل النبوية خروج الإنسان عن مقتضى جاهه، أن يتنزل للناس وهو ذو جاه لا تذللا وإنما تواضعا. لا خفض جناح الطائر للطائر تذللا له لأنه أشد، ولكنه تنزل، يتنزل ذو الجاه عن جاهه تواضعا للناس، تواضعا لله رب العالمين. خروج الإنسان عن مقتضى جاهه وتنزله عن مرتبة أمثاله من الناس. وخلق التواضع منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والتي نقرأها في كل صلاة، وهو محمود شرعاً وطبعاً جاء الإرشاد إليه في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما جاء من إرشادات القرآن فقول الله تعالى مما هو واضح للعيان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون في سكينة ووقار متواضعين. فمنحهم الله تعالى أول ما منحهم بتواضعهم. وقال تعالى في سيما أهل الإيمان: سيماهم في وجوههم، قال مجاهد تلميذ الحضر بن عباس: علامتهم التواضع. تعرف أهل الإيمان بالتواضع. وأمر الله تعالى نبيه بتواضعه فقال: واخفض جناحك للمؤمنين في سورة الحج، وقال في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وصايا لقمان لابنه قال: واقصد في مشيك، قال مجاهد: القصد في المشي هو التواضع.
أن يمشي في سكينة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما ما جاء في السنة فهو كثير، نقصد منها ما جاء ذلك الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن التواضع من الأخلاق التي حظيت بوحي خاص، حظيت بوحي خاص بها من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك أخرج مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، لا بمال ولا بنسب ولا بجاه ولا يبغي أحد على أحد، لا بمال ولا بنسب ولا بجاه. ومنه ما يشير إلى أن الله تعالى اختاره خلقا لحبيبه وصفوته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ففي مسند أحمد وصحيح ابن حبان الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من حديث ابن عباس والحديث غيره من الصحابة كثير، قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء، نظر جبريل إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني هذه الساعة التي نزل فيها ذلك الملك إلى الأرض لم ينزل قبلها قط. فلما نزل ذلك الملك قال لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أرسلني إليك ربك. قال: أفملك نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ لك الخيار أن تختار أن تكون ملكا نبيا فيجمع لك مع شرف النبوة الملك، أم عبدا لله تعالى مع شرف الرسالة. قال جبريل مشيرا على صديقه وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه: تواضع لربك يا محمد. وفي رواية أنه أومى إليه بيده: تواضع لربك يا محمد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل عبدا رسولا. في رواية ابن عباس قال: فما هو يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا متكئا قط، وإنما كان يقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. وفي السنة غير ذلك الكثير من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الهادية إلى التواضع والدالة عليه، والتي بها كان التواضع من الأخلاق، وفي الأخلاق من أفضل الأخلاق، وفي العبادات من أفضل العبادات أيضا، كما جاء عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فقد أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف عنها أنها قالت: إنكم لتغفلون، يعني تغفلون أو تتغافلون أو لا تدركون، إنكم لتغفلون أفضل العبادة. ما هي أفضل العبادة؟ قالت: التواضع أفضل عبادة يغفل عنها الناس.
وإنما كان التواضع أفضل العبادة لأنه أصل الخشوع. فالخشوع التواضع والتذلل والاستكانة، وذلك أن المصلي يقوم بين يدي رب العالمين كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه، يقوم مقام العبد بين يدي السيد من التواضع والتمسكن والتبائس وتفريغ قلبه لما هو فيه. وألا يكون له شاغل في صلاته ولا شاغل عن صلاته في إتمامها ولا معجل له عن إكمالها. هذا هو التواضع في الصلاة، وكذا هو في سائر العبادات من زكاة وحج وصيام، وسوف نرى ذلك بتفصيل ألف من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل الأمر إخواني وأخواتي أن التواضع من أخلاق الأنبياء والمرسلين ووصف المؤمنين المتقين، وهو من أعظم ما يتخلق به المرء المسلم، فهو جامع الأخلاق وأسها. بل ما من خلق في الإسلام إلا وللتواضع منه نصيب. وبالتواضع يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع ذكرا وقدرا حتى يبلغ به مقامات الأنبياء والأولياء والأصفياء، وبه ينشرح الصدر ويعم الإيثار وتزول القسوة والأنانية وحب الذات، وبه يحصل لصاحبه المودة والصفاء وتتم له المحبة والثناء. الإمام الطبري يقول في هذا المعنى: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. لو أن الناس استعملوا التواضع فيما بينهم لاستراحوا من عناء المباهاة والمفاخرة. وفي بلادنا أكثر ما يسقط الناس في الديون هو جانب المباهاة والمفاخرة. كل يريد أن يكون ككل، لا أحد يريد أن يتواضع لله رب العالمين وأن يكون كما أراده الله تعالى وأن يكون كما أراد الله تعالى له. وقد جاءت الأحاديث والآثار بتفسير هذه المصالح التي ذكرها الإمام الطبري وتلك النتائج المذكورة في التواضع. فمن تواضع رفعه الله تعالى وأنعشه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تواضع لله أحد إلا رفعه. ما تواضع لله تعالى أحد من العباد إلا رفعه الله. وفي حلية الأولياء عن ذي النون المصري أنه قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه، قال: من تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله بعز الانقطاع إليه، كان أنسه بالله فاستشعر العز واستشعر السعادة واستشعر الرضا. هذه هي رفعة الله تعالى للعبد المتواضع.
والتذلل ضد التكبر. فالتواضع إن كان لله تعالى أو لرسوله أو للحاكم باعتباره سلطان الله تعالى في الأرض لا يريد أن يذله، أو للعالم، فهذا واجب يرفع الله به في الدارين، يرفع الله به المتواضع في هذه المواقف في الدارين في الدنيا والآخرة. وأما لسائر الخلق فإن قصر به وجه الله، إن كان لله سبحانه وتعالى لا تملقا ولا حبا للذكر ولا للثناء، فإن الله يرفع قدر صاحبه في القلوب ويطيب ذكره في الأفواه. هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الطبري، فإن الله تعالى يرفع قدر صاحبه في القلوب ويطيب ذكره في الأفواه ويرفع قدره في الآخرة. وإن فعل ذلك لأجل الدنيا فلا عز معه، إنما يكون العز لمن قصد وجه الكبير المتعال، لمن قصد وجه ربه تبارك وتعالى في تواضعه وخفض جناحه للمؤمنين. ورفعة المتواضع في الدنيا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، فبين أن الله تعالى ينعشه بين الخلق حتى يرى في أعينهم كبيرا محببا. وفي ذلك أخرج الطبراني والبزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، حبل يشبه الرجال. ما من إنسان إلا في رأسه، هذا تمثيل، في رأسه حبل بيد ملك. فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، إذا تواضع لله تعالى قيل للملك ارفع حكمته، يعني انعش، كبر، فرح، بجل. فيرى في أعين الناس محببا مبجلا كريما. وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته، اقمع، فيرى مقمعا حقيرا، بينما هو يرى نفسه عظيما لكنه في القلوب التي حوله حقير. وقد جاء تفسير ذلك في حديث آخر أخرجه الطبراني عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال على المنبر: أيها الناس تواضعوا، في خطبة من خطبه والله تعالى عليه، قال على المنبر: أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. قال: انتعش، نعشك الله. فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير، من شدة تواضعه يرى نفسه لا شيء. لكن لما أنعشه الله تعالى هو في أعين الناس كبير. قال: انتعش، نعشك الله. فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير. ومن تكبر قسمه الله، كسر زهره، أذل، قمع، وقال: اخسأ، لن تعدو قدرك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اخسأ. قال: فهو في أعين الناس صغير
نفسه الكبير، ينظر في المرآة إلى نفسه بزهو، وإذا مشى مشى بزهو، بينما هو في أعين الناس حقير لا يسوي فلس. هذه رفعة المتواضع في الدنيا، كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخسة المتكبر لها حديث آخر. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يرفع المتواضع إلى أعلى عليين، وفي ذلك جاء الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تواضع لله درجة يرفعه الله تعالى درجة حتى يجعله في أعلى عليين. كلما تواضع كلما زاد تواضعا رفعه الله تعالى بتواضعه درجة بعد درجة حتى ينمو بالتواضع إلى أعلى عليين. ومن تكبر على الله درجة يضعه الله تعالى درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. أيها الإخوة والأخوات، ولما في التواضع من كمالات الألم ومن كمالات دينية ودنيوية، فسوف نصل الحديث معه لنعرف كيف يكون التواضع ومع من يكون، كيف يكون ومع من يكون ولمن نتواضع، وغير ذلك من معارفه الكثيرة سوف نصل الحديث معها بعد إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Be kind and humble to the believers who follow you. Also, the
and structures of Qur'an. His son, in verse 19 of Surah Qur'an, Qur'an said to his son, and be moderate in your walk. Scholars explain this verse to be to walk in humility or with humility. With respect to prophetic teachings, there are many prophetic narrations encouraging humility and describing it as one of the manners that receives special divine instructions. The Prophet ﷺ said, Allah revealed to me that humble yourself so no one boasts of being better than others and no one oppresses others. Allah also mentioned that He chose this character of His chosen prophets. The Prophet ﷺ said, Jibreel sat next to me and looked up to heaven and saw an angel descending. So Jibreel said, this is an angel that has not descended before since he was created. So when he descended, he said to Prophet Muhammad, O Muhammad, your Lord sent me to ask you to choose between becoming a king prophet or a servant prophet. Jibreel said to the Prophet ﷺ, humble yourself, your Lord, O Muhammad. So the Prophet ﷺ responded, I choose a servant prophet. There are many narrations in the Sunnah that guide and instruct to practice humility and making humility the best of manners and the best of worships. Aisha said, you miss the best worship, which is humility. Humility is the best worship because it is the basis of reverence, which is humility, humbleness, and stillness that the worshipper shows when he is standing in front of his Lord in prayer and concentrate on their prayers without being preoccupied with worldly manners as to hasten to finish the prayer. Humility also is needed with other worships like fasting, pilgrimage, and zakat. Humility is one of the characters of the prophets and messengers and the manner of the believers and pious people because it is one of the best characters that a person attains because it contains other manners in every manner that Islam calls for. So nobility increases with humility and a deprived person is lifted with humility to the prominence of saints. Humility expands the chest, spreads unshout and selfishness, eases cruelty and selfishness, and instills love and praise to the person that practices it. Imam Tabarani mentioned that humility leads to benefits in this life and the hereafter. So if people practice it in this life, then enmities will end, and they will be relieved from boasting and bragging. There are many prophetic narrations explaining the benefits and the results of humility. The Prophet ﷺ said, no one humbles himself for the sake of Allah, except that Allah raises his status. The Nun al-Masri says, explaining this hadith, that the person that humbles himself by showing his need to Allah, Allah will grant him glory. Al-Qurtubi said that the humility is lowering from oneself and it is against arrogance. Humility is obligatory to Allah and His Prophet and to the righteous ruler and to scholars, and it leads to a high reward in this life and the hereafter. While humility towards others, if it is done for the sake of Allah, then Allah will lift the status of that person and the lives of others, and he will be blessed with good reputation. And Allah will grant him high reward in the hereafter. Allah lifts the status of the humble person in this life by making others respect and love him. The Prophet ﷺ said, there is no human being except that a rope is tied to his head and it is in the hand of an angel. When he shows humility, the angel is ordered to lift his head up. When he shows arrogance, the angel is ordered to lower his head down. Supporting this meaning, Umar ibn Khattab said, O people, be humble. I heard the Prophet ﷺ said, no one humbles himself for the sake of Allah, except that Allah raises his status.
So the humble person is revered by others while he thinks of himself as nobody. And the one that becomes arrogant, Allah will put him down and demean him. So this person is despised by others while he thinks of himself as a great person. The reward of humble people in the hereafter is to be granted the highest place in paradise. The Prophet ﷺ said, whoever humbles himself to Allah, Allah will lift him one rank in paradise, and continues until he reaches the highest level in paradise. And whoever is arrogant, Allah will put him down one rank and continues until he reaches the lowest level in the hellfire. Inshallah, next week we will continue with the talk about humility and its fulfillments in this life and the hereafter. فشهد سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمد عليه في الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فايها المسلمون والمسلمات ان شاء الله غدا السبت هو اول ايام شهر الله المحرم شهر المحرم من الاشهر التي حظيت بتسميه شهر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم اعتناء خاص بهذا الشهر وكذا كان للسلف كانوا يستحبون صيام ثلاث عشرات عشر او يهتمون بثلاث عشرات صياما وقياما عشر العشر اواخر رمضان وعشر ذي الحجه والعشر ان شاء الله المحرم فمن أحب أن يتطلع بالصيام في هذا الشهر وفي هذه الأيام العشر يصومها عشرا يصوم منها ويترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم من الحر واترك ومن لم يستطع فتسعاء وعشراء ومن لم يستطع فعشراء يعني لا تخلي نفسك من بركة هذا الشهر ونفحته طبعا لا يفوت أن أنا يعني أبث حزني وأسف إن نبهنا على عشر ذي الحجة ثم كان من أمر الله تعالى أني لم أرى المسجد فارغا من أهله إلا في هذه العشر حتى يوم وقفة عرفات حتى في الإفطار ولا أدري يعني يا شر أريد بنا أم خير الله سبحانه وتعالى يعلم لكن طبعا لا هذا ليس فيه خير وهذا لا يوقف المبلغ عن البلاغ لأنه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قيل له من عليك إلا البلاغ ونحن نبلغ هذه العشر عشر عظيمة معظمة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظموا ما عظم الله The man would like to remind you that tomorrow is the first day of the holy month of Muharram. This is one of the four months that Allah mentioned in the Quran. And this is the month that Allah called is the month one of the months that Allah called the month of Allah. And the Prophet ﷺ and the companions of the Prophet ﷺ used to take. About the 10 days of the Hijjah. And